سلام، ان شاء الله كامل تكونوا بيان. نتوما تشوفوا في هذا الفيديو اليوم جيت ندير معكم الغريبيه. الغريبيه على بالي بلي كاين بزاف يحبوها ومليحه في العياد كامل اللي يحبوها. الوصفه هذه مدتها لي صديقتي ساره سلامي، قالت لي نعطيك وصفه الغريبيه اللي معتمدتها انايا، قالت لي وديها في القناه تاعك كصدقه جاريه، يعني اعتبروها كما يقولوا ان شاء الله تكون صدقه جاريه في ميزان حسناتها ان شاء الله. الوصفه هذه واش نحتاجو؟ نحتاجو كيلو تاع السمن، تحبوا الكيلو بالكاس ولا بالبول ولا صديبون لا كونتيتي اللي راكو حابينها. عندي كيلة تاع الزيت ونفس الكيلة سكر ناعم سكر كلاص. عندي قرصة ملح حوالي ربع ملعقة صغيرة، هاي ديك شوية كيما راكم تشوفوا، وعندي ملعقة صغيرة تاع خميرة الحلويات، وعندي فرينة حتى تتلم، وبيان سور نسحقو الفوي. راح نسبقو نديرو السمن والزيت سكر ناعم راح نغربلو اكيد، هاد المكونات نخلطوهم كامل مع بعض حتى تحسوهم تجانسو مع بعض، نخلطوهم مدة دقيقتين في الفوي هكا. نبداو نضيفو في الفارينة باش نجو نديرو الملح، ندير معاها الخميرة، هاد العفايس كامل يمشو مع الفارينة، الملح والخميرة الحلويات توجور يمشو مع الفارينة. ونبداو نضمو السمن. يا البنات ديروه بارد، لازم يكون بارد دايب وبارد، ما ديروش سخون، ردوا بالكم. دوكا راح نبدا نضيف الفرينة بشويه كما راح تشوفوا. نحصلوا على اون بات كيما راكم تشوفوا هكذا ما تلصقش في يدينا. دوكا نجيبو الميزان وانا السنيوه تاعي فرشتها بالبابي كويسون، ونجو نوزنو الغريبيات تاعنا. راح نوزنها انا بيان سور، ما تقدروا ما توزنوهمش، ماشي لازم توزنوهم، تقدروا ديروا عندكم هي ميزانكم. هذا انا برك نحب يجوني حبه قد خدها. راح نوزنو 50 غرام للحبه، نديرو كرة عادية. دوكا نجو نديرو لها شوية قرفة من فوق، تزيين اللي كامل نعرفوه تاع الغريبية. دوكا نديرو الغريبيه تاعنا طيب. الفرن تاعكم لازم يكون مسخن الافونس، دوكا ما تسخنوش من قبل الغريبيه تاعكم ماشي راح تتشقق، هذه معلومه مهمه ما تنساوهاش. انا شوفوا قبل ما تبداو تخدموا ديروا الفرن تاعكم يسخن. واش نديرو؟ دوكا ندخلوها طيب من تحتها، كي طيب من تحتها نشعلو لها من الفوق، وهذا ما كان تاخذ تحميره خفيفه ماشي حتى تتحرق. كما راكم تشوفوا هاي ديك الغريبيه كيفاش تجي، تجي مشققه كيما يحب الخاطر وطريه تهبل. هاد الوصفه ما كاش لي ما تخرجلوش، مستحيل وصفه ناجحه مليون بالمية. فوالا خلاصت الوصفه تاعنا اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. ودائما نقول لكم اللي ماشي مشترك نقولها اشتركي وفعلي الجرس باش يلحقك الفيديو تاعي، كل ما نحط فيديو جديد تلحقك نوتيفيكاسيون. هذه هي، ولا حبيتو كش حدا نطيبها لكم خلوها لي في التعليقات، راني نقرا تعليقاتكم. وبلا ما ننساو ميرسي ساره، ساره سلامي لي تكون في الدار البيضاء، قولها ميرسي بوكو ديديكاس ليها.
هادي سنيوة الدوزيام، انا داك لي زوج سنيوات، هادي سنيوة الدوزيام كي روبوزات بلوس و الفور كان سخون كتر، تتشقق لكم اكتر. هذا ما كان حبيت نوريها لكم. دي حمرتها بزيادة باسكو انا خويا يحب غريبية محمرة، وكل واحد بيان سور يطيبها كيما يعرف وكيما يحب. ما عليا غنقول لكم بقاو على خير البنات، ونحبكم بزاف. سلام.